الصين تدخل على خط الحرب في أوكرانيا، لماذا لا يثق بها الغرب؟ وهل تنطلق شرارة حرب عالمية ثالثة؟ وماذا عن التهديدات الأمريكية للصين؟ وهل من الممكن أن تعمل هذه التهديدات على نشوء هذه الحرب؟ طوت حرب روسيا على أوكرانيا عامها الأول في وقت تتصاعد فيه الأعمال القتالية على عدة جبهات في البلاد، وتأكيد طرفي القتال عزم كل منهما إلحاق الهزيمة بالآخر. وها هي الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية تتهم الصين بالانحياز إلى روسيا والإعداد لدعمها بمسيرات قتالية، لكن في هذا الوقت تمتص الصين غضب أمريكا وتعلن أنها تقدم مبادرة للسلام تهدف لتسوية النزاع سياسيا وتنفي تلك الاتهامات الأمريكية. حرب روسيا على أوكرانيا أكبر حرب في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وقد تكون عالمية بسبب ما تقول روسيا إنه تورط الغرب في دعم كييف ورغبته في هزيمة روسيا بشكل ساحق حتى لا تمثل تهديدا لأي دولة أوروبية، وحتى لا تكون تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة الأمريكية. التصريحات الروسية توحي باستعدادها لشن حملة عسكرية أخرى، وفي المقابل استعداد أوروبي لمواجهتها، وهذا ما يجعل هذه الحرب قد تستمر لأعوام أخرى. أما الموقف الصيني فهو يقف بالمعسكر الروسي، والصين تعد حليفا وثيقا لروسيا وتربط بينهما مصالح اقتصادية، وهي منحازة إلى موسكو، وهو ما يجعل الدول الغربية لا تثق برؤيتها وتشعر بأن الأمر لعبة بين روسيا والصين. أما في روسيا فيؤكدون أن هذا السلام المنشود في أوكرانيا يقتضي الإقرار بالحقائق الجديدة على الأرض. أما مجلس الأمن فقد شهد جلسة بمناسبة مرور سنة على حرب روسيا على أوكرانيا، وبينما وجهت روسيا انتقادات ضمنية إلى موقف الأمم المتحدة وكيفية إدارتها للجلسة، قال الأمين العام للأمم المتحدة: إننا محتاجون إلى سلام في أوكرانيا يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ترى ما الذي ستحمله الأيام القادمة في هذه الحرب المستمرة؟ هذا في الوقت الذي يؤكد فيه مراقبون أن العالم لم يعد كما كان، وقد غيرت هذه الحرب في أوكرانيا سياسات الدول. وقد شهد العام الأول لحرب روسيا على أوكرانيا ما يشبه سباق تسلح، حيث تخلت دول عن سياسة الحياد التي التزمتها لعقود، فيما عدلت أخرى دساتيرها بما يسمح لها بصياغة سياسة دفاعية جديدة. العالم إذن يغلي، وظروف قاهرة بلغة النار والسلاح تتشكل وترسم خارطة العالم من جديد. هذا في الوقت الذي تدخل فيه الصين على خط هذه الحرب بطريقة مستفزة للولايات المتحدة الأمريكية، وها هي تعلن وثيقة للتسوية: ترحيب روسي مشروط وتشكيك غربي، والرئيس الأوكراني يعتزم لقاء نظيره الصيني، وهذا ما يزعج الولايات المتحدة الأمريكية. هذا في الوقت الذي يدرك فيه الرئيس الأوكراني أن الولايات المتحدة الأمريكية خذلته رغم ما قدمته له من ملايين الدولارات والأسلحة المتطورة، لكنها ترفض حتى الآن إمداد الجيش الأوكراني بأسلحة حساسة أو بالطائرات المقاتلة من طراز F-16. وقد قال الرئيس الأمريكي أن هذا أمر غير ممكن في هذه اللحظة، خاصة أنه يدرك أن هذه من أهم الخطوط الحمراء لروسيا، والتي قد تشعل حربا عالمية مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. والدول الغربية تبدي تشكيكها في اقتراح قدمته الصين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، في حين تتهم الصين بأنها منحازة لروسيا وأنها تفكر بإمداد روسيا بأسلحة دقيقة وبالمزيد من الطائرات المسيرة.
الرئيس الأوكراني يقول أنه يعتزم عقد اجتماع مع نظيره الصيني، فما هي أسباب هذا التفكير؟ وهل بات الرئيس الأوكراني يؤمن بأنه يجب أن يحل الأزمة من خلال حليف قوي لروسيا كالصين، لأن الولايات المتحدة لا تقدم ولا تؤخر؟ وقد بدأت أصوات أوكرانية تؤكد أن الشعب الأوكراني أصبح ضحية الأطماع الأمريكية التي يدفع ثمنها بدمه ودم أطفاله، وها هي الحرب تدخل عامها الثاني. هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة الأمريكية رسميا أن الصين وروسيا دخلتا في مفاوضات لتزويد الجيش الروسي بمسيرات انتحارية خلال الفترة المقبلة، وهذا ما أثار غضب الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تعتبره في لحظة قادمة أن هذه الخطوة الصينية هي إعلان حرب على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية. والمصنع الصيني الذي ينوي تزويد روسيا بالمعدات والقطع والخبرة التقنية اللازمة سيعمل على إمدادها بمئة مسيرة شهريا. وعلى ما يبدو فإن الصين حضرت خططا لدعم الجيش الروسي عسكريا أكثر مما هو معروف أو متوقع، وشركات دفاعية صينية خططت لتوريد قطع غيار لمقاتلات روسية من عدة أنواع. فكيف سيكون الرد الأمريكي في حال ثبتت هذه الإجراءات الصينية بشكل لا يقبل الشك؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات.